طيب يعني أسألكم أيضا عن 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 نقطة أخرى فيما يتعلق بالعلاقة بينكم وبين بقية الساحات، يعني كيف كانت العلاقة بينكم وبين الساحة عدن مثلا وساحة إب، ساحة تعز، صنعاء وغيرها؟ طبعا نحن أولا عندنا في حضرموت عدة ساحات مش ساحة واحدة. نحن ساحة المكلا في ساحة كان في تريم برضو مستقرة في تريم، وفي ساحة في سيئون، وكان في ساحة في القطن، وساحة في سقطرة. هذه الساحات اللي هي تبع اللي هي في داخل حضرموت. طبعا انت مسؤول الساحات في 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 ساحة حضرموت الثوري. طيب يعني هذه الساحات كانت يعني تربطها رابطة واحدة. نعم. المجلس الثوري لكم كلكم يعني؟ لا، المجلس الثوري شكل فيما بعد، لكن في البداية كان كنا نتواصل مع مسؤولي الساحات، مسؤول الساحة بالمكلا، نلتقي يأتون إلينا أصحاب الوادي، أصحاب سقطرة، وفود يعني. أيوة وفود، نجلس نتناقش نحن وياهم، ثم اتفقنا ان احنا نطلع الى صنعاء، وتواصلنا مع مسؤول الساحات في صنعاء، وتم التواصل مع الاخوه في تعز، وتم التواصل مع الاخوه في عدن، طبعا تم التواصل مع جميع مسؤول الساحات، وتم التواصل فيما بيننا البين، ونتشاور في اي قرار، في اي عمل، في اي مهرجان، في اي مسيره، في اي، لانه كانت القضيه مش قضيه حضرموت، ولا هي قضيه ايش صنعاء ولا تعز، اي حدث يحصل في تعز جميع الساحات تخرج، ونحن كنا نخرج. ما حصل في نهم، اول ما ضرب على نهم، أول ما خرجت ساحة التغيير بالمكلا تندد ضد ما حصل نهم، وشكر وتقدير لأهل نهم لما منعوا زحف اللواء الحرس الجمهوري إلى حضرموت، وخرجت نساء نهم قبل رجالهم، والرجال والصغير والكبير يدافعون عن أبناء حضرموت. فكان أهل حضرموت وثوار حضرموت كل الأحداث اللي حصلت في الضالع، اللي حصلت في تعز، اللي حصلت في صنعاء، اللي حصلت معنا كلها كنا متابعينها، وكان كل ردة الفعل ايش واحدة. طيب يعني في نقطة نهم حقيقة، يعني حينما كان حينما خرج الثوار في نهم وقطعوا الامدادات او منعوا تحرك اللواء، تحرك اللواء الى هنا لغرض ضرب الثوار حسب ما اعلن في ذلك الوقت، انتم كيف تلقيتم هذا النبأ؟ والله تلقيناه بفخر واعتزاز، انه كيف هؤلاء يدافعون عنا، وكيف أناس هنا في حضرموت يشيعوا غير هذا. وحقيقة موقف كان مشرف، ورفع رؤوسنا بشكل كبير جدا، وخرجت كان من أضخم المسيرات، خرجت شكر لأهل نهم في هذا بهذا الحدث، خرجت مسيرات ووقفات شكر لأهل نهم، مسيرة خاصة بأهل نهم. طيب يعني هذه المسيرة الخاصة بـ 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 بنهم، في مسيرات أخرى أيضا خرجت في المكلا مواكبة الأحداث مثلا في محرقة تعز، نعم، في جمعة الكرامة. نعم نعم نعم، كيف خرجت مسيرات ضخمة جدا، خرجنا النساء قلت لك مسيرة كانت منقطعة النظير، لما أساء علي صالح المخلوع أساء على نساء صنعاء في اعتصام في صنعاء على أساس أنه في اختلاط، خرجنا النساء منددات في هذا الموضوع، وخرجت مسيرة كانت منقطعة النظير. وما حصل في أبين محرقة المصنع، نعم أيوة، خرج الشباب، ما حصل في محرقة تعز، خرج الشباب رجال ونساء، معنا طبعا ما في حدث من الأحداث اللي تحصل اللي حصل في 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 الحديدة، وما حصل في البيضة، وما حصل، معنا كان الشباب مواكبين، ما في معنا مسيراتهم واعتصاماتهم كانت مواكبة كل الأحداث اللي تحصل على مستوى الجمهورية. في عدن كل ما سقط شهيد في عدن، كل ما سقط شهيد في أي منطقة من المناطق، كنا نرفع صور ذلك الشهيد، وكنا ننزل ونندد ونعتبره شهيد من شهدائنا. طيب إذا ما عدنا إلى نقطة تعامل قوات الأمن معكم والاعتداءات التي حصلت من قبل قوات الأمن معكم عليكم في 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 تلك الأيام، جاءت بعد هذه الأحداث جمعة الكرامة وانضمام القيادة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية والشمالية والغربية. هذا اليوم يوم إعلان هذه القيادات انضمامها للثورة، أنتم هنا كيف تلقيتم هذا النبأ وكيف تعاملتم معه؟ والله كان فرحة الثوار كانت فرحة كبيرة جدا بانضمام القيادات، وكانت الساحة عاشت زخم غير عادي وفعل ثوري غير عادي، مسيرات كانت حاشدة، انضمامات كثير من الجهات، بعد أن أعلن انضمامه علي محسن في صنعاء قائد المنطقة الشرقية الشمالية، أعلن انضمامه محمد علي محسن في قائد المنطقة الشرقية الشرقية، طبعا انضم كثير من الضباط جاءوا إلى الساحة وأعلنوا الانضمام من قائد المنطقة من قيادة المنطقة، ومن غيرهم جاءت بعض القبائل، جاءوا كثير من الشخصيات اللي هي متنفذة في الدولة وفي النظام،
جاءوا إلى الساحة وأعلنوا انضماماتهم في ذاك اليوم. وكان حقيقة الزخم غير عادي، وكان الشباب يعني كان متابعين الحدث، معناه صلاة الجمعة كان ينقل البث مباشر، كانت الساحة وقت صلاة الجمعة كانت الساحة مكتظة بالأحداث اللي كانت تحصل في جمعة الكرامة. نعم. طيب يعني هل اختلف الأمر بالنسبة للجانب الأمني وتعامل قوات الأمن معكم بعد انضمام الجيش؟ نعم، قضية المواجهة اللي ذكرناها من الأمن المركزي طبعا هذه انتهت، لكن انتهت تماما، لكنها تحولت إلى نوع آخر، تسخير قوى أخرى بحجة أنهم دعاة للانفصال ويعني قوى الحراك، ولكن نحن نعرف شباب الحراك أكثرهم، لكن اللي موجود اللي الذين يأتون قوى أمنية بترفع شعار بعلم الايش بعلم الحراك، وقوى ممن يدعون أنفسهم بالحراك بهجوم منظم تديره قوى من الدولة. طيب بل اجتماعهم في داخل دار المحافظة سنتكلم عن هذه النقطة، ولكن فيما يتعلق بنقطة الجيش حتى نكمل هذه النقطة. نعم. يعني كان الجيش هنا جاء لحماية الساحة، أو كيف كان دور الجيش في 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 طبعا بعد هذا الحدث؟ نعم. أيوة نعم، بعد هذا الحدث كان في اتفاق قائد المنطقة مع الأمن العام على أساس إنه الأمن العام يقوم بحراسة الساحة، ولكن خذلنا حقيقة من الأمن العام. الأمن العام يعمل ربشة، أطلق رصاص في الهواء وآخر شيء يفروا. معناه كأنهم يريدوا الآخرين يأتون إلينا بعد ما إيش يعملوا زوبعة. لكن في مجموعة كانوا من الشرطة السياحية هنا في المحافظة، كانوا حقيقة شباب ممتازين جيدين، وكانوا موقفوا معنا موقف طيب جدا، ورابطوا معنا في الساحة، وطلبنا هذه المجموعة اللي ترابط معنا في الساحة، وكانوا رابطوا وعملنا لهم خيمة في الساحة ورابطوا معنا في الساحة، وجلسوا في الساحة وقاموا بدور، قاموا بدور جزاهم الله خير، إلا أنه مونتهم، وكان يمنع منهم الرصاص، يمنع منهم استخدام السلاح، تمنع منهم أشياء حتى يحجمون وضعهم، انهم ما يقوموا بالايش يعني مجموعه بسيطه برضو، يعني هي مجموعه بسيطه ما يتجاوزون 8 اشخاص. طيب يعني كان تربطكم علاقه بين المنطقه، قياده المنطقه الشرقيه وقياده ساحه التغيير، ام كان استمرت العلاقه من بعيد لبعيد؟ يعني ما كان فيش تواصل بينكم او اجتماعات مشتركه؟ لا، في تواصل مع قائد المنطقه، كنا نزور. حول ماذا كان يتم الحديث يعني في اجتماعاتكم؟ تامين المحافظه. كان هاجسنا الكبير، نحن كنا متوقعين انفجار في أي لحظة في على مستوى المحافظة كامل، كان مخططات هجم على البنك الأهلي في داخل المكلة، من قبل ما أنت تعتقدون يعني؟ معنا كان في عصابات موجودة، في مسلحين موجودين، كانت حضرموت تراد لها أن تكون لقمة سائغة. شكلنا لجان أمنية في المحافظة بالتعاون مع كل القوى، لجان شعبية، لجان شعبية في كل المناطق، وكان تنسيقنا مع قائد المنطقة على هذا الاتجاه، على أساس أنه كيف نؤمن حضرموت أن لا يحدث فيها إيش مكروه. تشعر بأنه كان هناك فرق بين تواصلكم في السابق قبل انضمامهم وبعد انضمامهم؟ والله نحن قبل ما كنا نتواصل معه أصلا، ما كان في بيننا أي علاقة، لكن بعد الانضمام بحكم أنه أعلن انضمامه للساحة بعد ما تم هجوم على الساحة، طبعا ما خرج هو في البداية ولا أرسل، تم هجوم على الساحة وتم جرح أكثر من 70 شاب قبل الانضمام، بعد انضمامه بس. قبل خروجهم أعلنوا انضمام بس ما خرجوا، ما جاءوا إلى الساحة، تم التنسيق على مثل ما قلت لك مع الأمن العام يقوموا بالدور، لكن أخفق الأمن العام وما معنى كانت أكثر مضرته أكثر من نفعه، ولهذا بعد ما حصل الهجوم على الساحة وحرق خيام خيمتين في الساحة وحصلت اعتداءات، طلعنا نحن كمجلس الشباب الثورة في الساحة إلى قائد المنطقة وجلسنا معه ونسقنا معه هذا الموضوع. طيب نحن حقيقة كنا حريصين إنه ما ينزل الجيش إلى الساحة، نحن كنا حريصين. لماذا؟ من أجل أن لا تكون مواجهات، ما نريد الجيش يدخل في مواجهات، لأنه مواجهات مش يعني مع من؟ صحيح. طيب إذا ما حدثنا عن الاعتداءات التي حصلت، أنا أقصد الاعتداءات التي تلت هذه الاعتداءات من قبل قوات الأمن، كان هناك اشتهرت ساحة المكلة بمعارك وب يعني اشتباكات كبيرة بينكم وبين قوى تقول أنها، لا أعرف بالضبط، أنا أريد أن أسمع منك يعني هذه التفاصيل.
طبعا بدأ هذا الظاهرة بدأت بعد مقتل الشاب بارميل. تم اعتداء على الساحة وكان وراء هذا الموضوع هو الأمن العام، الأمن العام والأمن المركزي، ونحن ما كان لنا علاقة في الموضوع والموضوع بعيد منا. طبعا بعد جمعة جمعة الثبات كان عندنا زخم غير عادي في الساحة. جاءت قوة من وادي حضرموت وأعلنت انضمامها إلى ساحة التغيير. جاءت مجموعات من تريم، مجموعات من شبام، مجموعات من القطن، مجموعة من دوعن، مجموعة من حورة، مجاميع كبيرة من الضليعة، جاءوا وأعلنوا انضمامهم إلى الساحة. كانت الساحة فيها زخم من يوم الخميس. يوم الجمعة طبعا هذا ليش حق انضمام جمعة الثبات، كان يوم الجمعة معنا مهرجان كبير جدا، وجاء الدكتور عبد الرحمن بافضل ألقى كلمة في ساحة التغيير في المكلا، وكان في مخطط لإثارة مشكلة ومعركة. أرسلوا أطفال إلى الساحة يحملون العلم اللي إيش علم الحزب الاشتراكي. نحن لا نقول علم الجنوب لكنه علم الحزب الاشتراكي، لأنه الذي وضع هذا العلم هو الحزب الاشتراكي. ليس طيب. العلم ما حقق من ثورة نوفمبر كان علم ثاني أصلا. حاولنا نحن نمتص هذا الموضوع، وكان من هذا الموضوع يراد أن تقام معركة هذا في جمعة الثبات. نعم. حاول الشباب بحكمة تسيطر على الوضع، وأكملنا المهرجان إلى صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء تم الهجوم على الساحة. استمرنا تقريبا من الساعة 7:30 في كر وفر مساء إلى الساعة 3 فجرا، ونحن والشباب في حالة ما يعلم بها إلا الله. طبعا تكسر من الشباب، أصيب طبعا في تلك الليلة قرابة 80 شاب، ومجموعة من الشباب 5-6 من الشباب تكسرت أيديهم من هنا من شدة الرجم بس بالأحجار. يعني كان في هناك معارك أو معنى أصح اشتباكات بينكم وبينهم؟ أيوة. بالأحجار طبعا، بالأحجار وبالعصي وبالزجاجات الحارقة. أنتم كنتم في الساحة وهم خارج الساحة. نحن كنا في الساحة وكانوا يهجموا على يحاولوا الهجوم على الساحة. نحن كنا في البداية معنا سياسة نحن نكف أيدينا ونتركهم، أهم شيء ما يصاب أحد منا. لكن لما حاولوا الهجوم على الساحة وحرق الساحة بزجاجات حارقة، حرقوا علينا خيمتين. بعدها أعطينا تعليمات للشباب إنه يدافعون عن الساحة بكل ما أوتينا من قوة.